ومنهم من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، وهما أبو طالب وأبو لهب. فأما أبو طالب فقد كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام دفاعا مستميتا، حتى قال العلماء لم يأذى أبو طالب إلا أصدقاء السوء. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمي وهو على سكرات الموت، فقال له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان معه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، كان أصدقاؤه. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى قال: على ملة عبد المطلب، أي على ملة الشرك، فمات على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما يجوز تستغفر لإنسان مات على الشرك. وأيضا قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما يجوز تستغفر الإنسان مات على الشرك ومات على الكفر. الآن في شيخ كبير كويس الآن مدينه رئيس علماء الإسلام، يوسف الغرضاوي كويس، الأخ المسلم ده ترحم على بابا الفاتيكان بتاع مصر، زول مات بيه صليبه جوا الكنيسة، مات يترحم عليه الغرضاوي ده كويس، قال: نسأل الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته. شوف الزول ده مجرم كيف، وده الآن ما دنه رئيس العلماء، وده من أجهل الناس. الآية دي ما مرت بك يا غرضاوي؟ الآية دي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. والنصارى ده المشركين، أنت ما عارف النصارى ده المشركين ولا ما مشركين؟ ربنا قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب ده كفار، ربنا قال: لم يكن الذين كفروا. فأهل الكتاب هم صنف من أصناف الكفار، في أهل الكتاب وفي مشركين وفي مجوس. فالنصارى ده الكفار، وربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم. فده الكفار، لكن ده الأخ المسلم ده بيثني عليه، وده منهج الأخوان المسلمين، منهج بتاع لملمة، ما عنده مشكلة مع أي زول، يهودي نصراني صوفي شيعي، الأخ المسلم ما عنده معك مشكلة إلا لا تتكلم فيه. عشان كده هم عندهم عداوة مع السلفيين، يكرهوا السلفيين كره شديد، لأننا بنحذر منهم وأنهم ضلال وعلى باطل. فما يجوز تستغفر لإنسان مات على الشرك. فأبو طالب مع أنه كان مشرك إلا أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام، حتى قال أبو طالب قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بقولك ما عليك غضاضة، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال: أنا كما خايف يسبوني أو يزموني كان أمنت معك. فهو مقتنع بالدين ده لكن ما أسلم، مات على الشرك، ومع أنه مشرك إلا أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من الناس الآن بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم. الصوفية اللي أنا بقول لك إحنا بنحب النبي وبنمدحه، والمشرك ده مديحه أحسن من مديح الناس زين. أولا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو، يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البصيري في البردة قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا فقل يا زلة القدم وإن من جودك الدنيا وضرتها.
ومن علومك علم اللوح والقلم. شوف البصيري ده أدى النبي صلى الله عليه وسلم أقسام التوحيد الثلاثة. أول شيء ناداه قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، ده توحيد ألوهية كويس. قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ده ربوبية، ومن علومك علم اللوح والقلم ده أسماء وصفات. فالصوفي ده أدى النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع التوحيد، حتى قال ابن رجب هذا لم يترك لله شيء إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. وتاني بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نحن بنريدك يا رسول الله وكلنا عبيدك يا رسول الله، قال كلنا عبيد النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى هذا الكلام؟ عندما دخل له يعني أحد الصحابة وقال له ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. يا أخي ما رضى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجعل مشيئته كويس مع مشيئة الله سبحانه وتعالى بواو العطف، رفض. يرضى إننا نقول له نحن عبيدك يا رسول الله. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى وصفه بصفة العبودية في أعلى مقاماته. النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله، وربنا وصفه بالعبودية في أعلى مقاماته. في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله، كيف تقول وكلنا عبيدك يا رسول الله؟ وتارة يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ما مفهوم. لو قلت للصوفية الكلام ده معناه شنو ما يقدر يشرحه لك، يقول لك الحجو حجو أنا لي في زيارته هو والقمر تعجعجو يا رسول الله شو. انت فاهم حاجة يا صوفي كويس؟ يقول لك أم لا أنا محبة ورش نرش آخر الليل سوي التشتش. التشتش ده معناه شنو كويس؟ يمدعوا في لالوب وفي قرط، زي ما يقول لك ساري الليل للقرط وقرش، لالوب وفرش، اسمه الحبوب اسمه الأغبش، عنده حصانة ما بيتفتش، قال كهربته العالية بتحرك تش. ده شيخ ولا أمية؟ عنده كهرباء عالية وبتحرك تش كويس. وبيمدحوا في شيوخهم، يقول لك نحن بنمدح في النبي صلى الله عليه وسلم. البرعي بيمدح في الشيخ الجعلي بتاع كدباس، قال قوماك يا علي للغدر علي مربي القوم شيخنا الجعلي، قال الخلف الأربعة أثنوا عليه صديق عمر عثمان علي وركن الدايحين العدم ولي. قال الخلف الأربعة أثنوا على الشيخ الجعلي، هم لقوا وين زادوا؟ الشيخ الجعلي صحابي كويس. شوف الناس بيكذبوا كيف، كذب مع كفر بالله عز وجل. وبيمدعوا في بوكسي، ده كله طبعا في قناة ساهور وإذاعة الكوثر، كلام ده كله بيجيبوا في التلفزيون وفي الراديو. قال نركب بوكسي، قال نركب بوكسي جديد ولم هلهل جودير لساتكو في الرملة ما بتوحل. قال البوكسي ده اللساتك اسمه جودير، وشيخ طبعا مجرم بيركب عربات سمحة وعارف ماركة اللساتك السمحة. قال جودير لساتكو في الرملة ما بتوحل، سواق وبديع في الرملة بيتمهل. يقول لك صلى الله عليه وسلم، أسين في رسول ده بيمدح في بوكسي يقول لك صلى الله عليه وسلم. فده مديح الصوفية الآن، مع إنه المشرك أبو طالب وهو من أهل النار. أبو طالب ده من أهل النار، في صوفي جمّل هناك في الحلة قال لنا أبو طالب ده من أهل الجنة وزول مسلم. قلت له يا أخي الحديث في البخاري، جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما أغنيت عن عمك فإنه كان يدافع عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في غمرات النار، فأخرجته إلى ضحضاحة في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه لا يظن أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا هو من أهل النار عذابا. فأبو طالب ده مشرك ومن أهل النار كويس. وبعد ده مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح دين الإسلام أكثر من الصوفية الآن. فسبب نزول هذه السورة نزول قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال وصباحا وصباحا، فاجتمع الناس كلهم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا العباس عم رسول الله، استنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، وفاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال لها: أنا ما أغني عنك شيء. والآن كثير من الصوفية، كثير من الطرق الصوفية يقول لك نحن من أهل البيت كويس، يقول لك نحن بنضمن لك تخش الجنة، زي ما قال محمد عثمان المرغني كويس، قال: من رآني ورأى من رآني ورأى من رأى من رآني إلى خمسا حرم الله جسده من النار. قال: ولو كان كافرا ختمت له بالسعادة. شوف ده بيسمع على البيت بيغش على الناس زي كيف، ويخلوهم يقعوا في الكفر ويدعوهم من دون الله عز وجل، زي ما قال: وإن كنت في هم وغم وكرب فقم وانده وقل يا مرغني قال أتيك بسرعة. قال: لو في مصيبة ناديني أنا بجيك بسرعة. أسيد من أهل البيت وكلهم كذبة كذابين، والله كويس ليسوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الخاتمية يقول لك من أهل البيت، والتجانية من أهل البيت، والبرهانية من أهل البيت، ولا دارس من أهل البيت، وغيرهم كلهم يقول لك نحن من أهل البيت، حتى يعبدهم الناس من دون الله عز وجل، يغش الناس الضعفة والجهال، زي ما قال لك: دفع الله المصوبا، قال: دفع الله المصوبا الشريف نسبه. طبعا دي دار غش شباب الناس، أها قول الشريف نسبه. قال: جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا. قال: عشان هو من يعني شرف نسبه شريف من أهل البيت بجر الشمس كويس، وبيقلب التمساح حجر. شوف الناس ذي بيكذبوا كيف. قال: بعد ما التمساح اكل الجلوك ده، قال: نادى التماسيح كويس، وطلع التمساح لك الجلوك، قال له: طلعوا طلعوا سالم، ده دفع الله المصوبة، طلعوا سالم، ولما ضربوا قلبوا حجر. قال: بعد ذاك الشمس قربت تغيب، وهو ما صلى العصر، والشمس خلاص المغرب ده رازين. قام طوالي قال: جر الشمس رجعها كويس عشان العصر ما يفوتوا. جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا. وأنا أقدم أخونا نبيل، جزاكم الله خير.